بدايتنا مع هذا النبأ العاجل الذي وردنا قبل قليل، إذ غادر السفير الإيطالي لدى مصر جيان باولو كانتيني مقر وزارة الخارجية مع عدد من أعضاء طاقم سفارته، وذلك عقب تقديمه أوراق اعتماده رسميا لدى القاهرة. وكان كانتيني قد وصل أمس بعدما أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني الرئيس السيسي في أغسطس الماضي رغبة بلاده في عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة.